بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم جديد ربح من الانترنت. ان شاء الله اليوم تتم مع دروس السيميت. غادي نشوفوا اليوم السيميت ونشوفوا بعض الخصائص ديالو وبعض المميزات ديالو، وتتم الحلقات السابقة تقريبا، هذه الحلقة الخامسة. واول حاجة نبغي نذكر بها ان كرينا ان جروب في فيسبوك، ان جروب فيسبوك سميتو ستيميت، غادي نحط لكم لو ليان ديالو. كرينا اون باج، كاينه اون باج ديال واحد الصديق عربي سميتها سيميت العرب، حتى هي غنحط فيها لا باج ديال نحط لكم لو ليان ديالها سيميت العرب. وكاين ان جروب واتساب كريناه بالنسبه للعرب والمغاربه، العرب عامه والمغاربه خاصه، اللي فيه هاد ستيميت. كنحاولوا نتعاونوا بيناتنا باش نطلعوا لو كونت سيميت ديالنا، نطلعوا البوبولاريتي، نطلعوا لي فوت ايتترا. هذا من جهه. وهاد دابا حنا 6 اشخاص في هاد الواتساب ديال الواتساب، ان شاء الله الجروب غادي تزاد غادي تزاد. المهم علاش السيميت، وعلاش ركزت على السيميت في هاد الفيديوهات الاخيره؟ لاني بصراحه انا شفت بزاف ديال لي سيت وشرحت بزاف ديال لي سيت، سيميت هو احسن سيت كاين لحد الان. هاد لا بلاتفورم هادي هي احسن سيت كاين ربحي لحد الساعه. اول حاجه انك كتربح فيه، وثاني حاجه انك تبرون دو بليزير، يعني تمارس الهوايات ديالك، تكتب، تشوف دي فيديو، بحال اكزاكتومون بحال الواتساب، بحال سمحوا لي بحال فيسبوك، ولكن كتخلص عليه. هذا هو لافونتاج، انك تربح الفلوس ولا تربح من لو كونتوني ديالك، من لي فوتو ديالك، من المسائل ديالك، بحال اوليو باش تمشي لفيسبوك وتضيع الوقت. اللهم تستثمر في هاد لو سيت، ودخل لهاد لو سيت وغادي تلقى راسك ربحتي وربحتي مزيان. هذا من جهه. من جهه اخرى ان السيميت هي عمله صاعده جدا، نظرا لان الموقع يعرف نجاح كبير، ان العمله ديال العمله ولات طالعه في الثمن، وصلت تقريبا دابا شي 2 دولار. عمله ستيم دو ستيم، والعمله ديال ستيم دولار اللي غادي نطرقوا ليها وغنشرحوا ليها. الناس اللي ما شافوش لي فيديو اخرين، كنصحهم يشوفوا لي فيديو اخرين باش يعرفوا كومون سا مارش. هاد لا فيديو غتكون غير تقريبا تكمله للفيديوهات السابقه، باش نشرحوا بعض الخصائص الجديده اللي تعرفنا عليها وتعرفوا عليها حتى الاصدقاء ديالنا. المهم الانترفاس كيف ما شفتوا، انا وصلت ل 100 فولورز، يعني 100 فولورز هما الناس اللي متبعينك، اللي دايرين لك فولو. ومزيان الا كان عندك الناس ديال لي فولورز، غادي يشوفوا لي زارتيكل ديالك، غادي يشوفوا لي بوست ديالك، وغادي يحاولوا اب فوتي. وكنت تسمى الاب فوت، اب فوت هو بحال اللايك اللي قلتي، اللايك ديال فيسبوك. وقد ما كانوا لي زاب اب فوت، قد ما كانوا لي لايك لي بوست ديالك، قد ما لو بري كيطلع مزيان، كيطلع مزيان وكيرتفع في الثمن. وقد ما كتزاد لا بوبولاريتي ديالك، وواحد لا نوسيون في لو سيت كنسميوها ستيم باور، قد ما كيتزاد الارباح ديالك من هاد لو سيت. فوالا. وفاش كون تي كري ان بوست، ولا فاش كتكري ان بوست، غادي نشوفو دابا هادشي. قبل ما نشوفو هادشي، نشوفو هذا 249 تقريبا لو نومبر ديال لي بوست، هادو 103 ديال الناس اللي درتي ليهم فولوينغ. هذا لو نوم ديالك بلس لو ريبوتاسيون. هنايا لا فوتو، كاينين بعض الاخوان اللي في الجروب ما قدروش يديروا لا فوتو ديالهم. بالنسبه لا فوتو انا نخلي لكم لو ليان، نحط لكم كيفاش درت انا لا فوتو. غتمشي لنا للسيتي، ها هو لا فوتو. لو ليان سميتو wmp.pix. هاد لو ليان تقدروا تحطوا فيه لي فوتو ديالكم. هنا كدير لكم، كدير مثلا هنايا اباوت، شنو بغيتي، علاش كتهضر، علاش كيهضر لو بلوك ديالك ايتترا. مثلا نقدروا هنايا نديرو مثلا تراد، نديرو تراد، نديرو نيوز مثلا. هنا لوكاسيون ديال فين كاين موروكو، ولو سيت هنايا انا حطيت له السيت ديال لاشين يوتيوب. فوالا. وهنا نديرو ابديت، هنا لو مود باس. كيف ما شفتو لو مود باس طويل، لو مود باس خاصكم تنوطيوه، كيكون كبير خاصكم تغوجونيغيوه، تنوطيوه وتصيفطو الايميل ديالكم، ولا تصيفطو ولا تنوطيوه كيلكو باغ،
لان المود باس ما كيتغو جينيراس، الا مشالك المود باس مشالك لو كونت ديالك. هذا حاجه ضروره ضروريه وركزت عليها. فوالا هنايا فاش كتكليكي على الفوتو ديالك كاين فيد بحال ديك اكوي ديال فيسبوك، كيكونوا فيها لي نوفوتي. بلوغ هو البلوغ ديالك، الكومنت لي كومونتير ديالك، الرابلاي لي ريبونس ديالك، الواليت فيها مجموعه ديال المسائل، هنا شونجمون ديال الباسورد والسيتين. بالنسبه للبلوغ اللي كليني على البلوغ، هو لاباج ديال لاباج الرئيسيه ديالك ولا الصفحه الرئيسيه كيف ما شفتوا. هنا كاين هوم، هوم غتلقى لي زارتيكل ديال الناس اللي انت مسجل معاهم ومابوني ليهم، يعني لي فولورز لي فولوين ديالك انت ولا لي فولورز ديالك انت. وهنا نيو لي زارتيكل الجداد اللي يلاه تلاحوا لي نيو، غادي نشوفوا ان شاء الله كيفاش نكتبوا ان ارتيكل لي نيو. كيف ما شفتوا دابا مثلا هذا 0.1 دولار، هادو يلاه تلاحوا 1 سكوند 1 سكوند. كيف ما شفتوا باش تعرفوا لا بويسونس ديال هاد السيميت، وعلاش انا ركزت على هاد السيميت وعلاش انا بغيت كلشي يدخل ليه. شوفوا باغ اكزومبل هاد الارتيكل هذا، نيو سيميت تي شيرت، مسائل كذا، اون مينوت 7.46 دولار. ما تلقاوش شي موقع ربحي في الانترنت في اون مينوت غيعطيكم هاد المبلغ. هاد مثلا هاد البوست يقدر يوصل ل 500 دولار، 600 دولار. وتخيلوا معايا 500 دولار 600 دولار في ان بوست، في واحد ليدي لي تري سامبل. شدو تي شيرت، داروا اللوغو ديال السيميت، تصوروا معاه اكسيتيرا، وداروا اون ايدي بريونت. فوالا انا بغيت هاد لو سيت غيشجعكم على لا كرياتيفيتي، والمغاربه خصوصا والعرب عموما عندهم لا كرياتيفيتي، يحاولوا ماكسيموم بوسيبل يدخلوا هاد السيت ويبدعوا ويحطوا لي كومونتير ويحطوا لي زارتيكل اللي يكونوا جداد، يكونوا مزيانين. فوالا بالنسبه للبلوغ، البلوغ ديالي فوالا كيف ما شفتوا. يلا حنا تقريبا هذا هادي لا بروميير سيمين اللي خدام فيها انا. لا سيمين الاولى كانت غير الفيديوهات والتقديم ومرحله ديال لي سيرشين، يعني البحث حول الموضوع، حول السيميت ايتترا. دابا يلا دخلنا فعليا لي، وكتشوفوا بان الارباح متوسطه ومزيانه، غدا مزيان. مثلا عندنا 1.39 دولار غير في هذا الارتيكل، يلا عنده 18 ساعه، هذا 0.24 وغاديه 0.10. كاين سميتو لو كاين ان بوتونسييل، سيرتو حنا يلاه بادين. فوالا ومن هاد لاشين وهاد سيرتو في هاد لي فيديو اللي درت، قلنا نديرو ان بتي بروجي بيناتنا، نديرو واحد لا سمارت كومينيتي بيناتنا، يعني واحد نتعاونو بيناتنا باش نقدرو نطلعو الستيميت ونطلعو لي كان ديالنا في هاد الستيميت، باش تكون على الارباح متوسطه ولا ارباح رائعه. قلنا اي واحد تسجل في السيميت يحط لنا الرابط ديالو، حنا غنتابعوه وندير لي اب فوت وندير لي فولو باش حتى هو يطلع الارباح ديالو. حتى هو كذلك يدير نفس الطريقه، يعني فولو ويدير لنا اب فوت ويحاول يطلع الارنين ديالنا. وعاد من جهه عاد باش كاين لو جروب ثاني، لو جروب فيسبوك ولو جروب واتساب، حتى هو ما خاصناش نساو. فوالا وباش تكتب ان ارتيكل ما تجيش دير كوبي كولي من شي سيت، خاصها تكون لارتيكل لا كرياتيفيتي ديالك. مثلا اول ارتيكل خاصك دير مثلا انتروديكسيون، انتروديوس مثلا انتروديكسيون، تكتب شي حاجه ماي نيم لانتروديكسيون. هنا لي تاغ، اهم حاجه هي لي تاغ. غنوريكم لي بوبولار تاغ اللي خصكم تستعملو، ولكن هاد لي تاغ خصكم تستعملوهم في الاماكن ديالهم. لو ما استعملتوش الاماكن ديالهم، لو كونت ديالكم سوغا بلوكي ولا سوغا ديزاكتيف. كيف ما شفتوا هادو هما لي تاغ. الا شفنا التاغ انتروديوس يور سيلف، يعني لو تاغ ديال الانتروديكسيون، هادو هما اللي خصكم تكتبوا في الارتيكل. غادي تلقى المواضيع على انتروديوس يور سيلف. شوف الناس هنا 942 دولار، 392 دولار، يعني مبالغ هائله بافكار جديده، بافكار نيره، الناس كيربحوا مبالغ طائله. مابقاش نجري وراء الساتوشيات، وواحد الدولار ما تاخذ واحد الدولار على سيمانه، ولا واحد الدولار على اسبوع عاد باش يوصلك واحد الدولار. تكونيكطاو مع هاد لابلاتفورم، نعطيوها الوقت ديالنا الكافي، نعطيوها المزيد من الاهتمام، ان شاء الله ان شاء الله يكون خير.
كما قلت لكم في الطاغ هنايا سبميت ستوري هي فين غتكتب الارتيكل. هنا كدير الطاغ المسائل ديالك، مثلا هنا كدير انتروديوس يور سيلف، كدير يور سيلف يور سيلف، وكتزيد لي طاغ الاخرين مثلا ستيميت. انا عطيت غير مثال، مثلا بلوغ، مثلا نيوز اتسيتيرا. هنا كدير مثلا لو نون ديال الارتيكل ديالك، تيست مثلا، وتكتب المسائل ديالك. هنا فاش كدير دير الارتيكل ديالك، ابخي كتجي هنايا ودير لا فوتو ديالك. الا كانت لا فوتو ديالك ديرها، الا ما كانش لا فوتو ديالك غادي دير اون فوتو، دير لا فوتو تكوبي لو ليان، لو ليان ديال هذيك لا فوتو ملي جبتيها. مثلا دير سورس، هنا سورس سورس ايماج، ودير ليماج ديالك. فوالا ليماج ديالك. اخر حاجه هو هاد السيميت الموقع اللي اكتشفته غير مؤخرا، غير هاد النهار، كيعطيك تقريبا كيعطيك لي ستاتستيك ديال لو كونت ديالك كامل. مثلا الفوتين باور، الفوتين باور كيف ما شفتو ستات فاصله 58 ماشي في المية، لأن فوت درت بزاف ديال لي فوت. هنايا كيعطيك مثلا لي الناس اللي فوطاو عليك، والناس اللي داروا لك ديسلايك، والناس اللي اجوتاو، كل الناس اللي داروا لك لي غوبارطاجاو الكونتوني ديالك. فوالا، وهذا السيت راه مهم جدا، حتى هو ان شاء الله غتلقاوه في الكومونتير، لانه كيعطيك اكثر، كيعطيك المعلومات كامله حول موقع ستيميت. فوالا، نتمنى نكون توفقت في الشرح ديال هاد لا فيديو. ما تنساوش تابوناو في لاشين، و تابوناو وديروا ليا فولو في ستيميت. راه لو كونت ديالي هو اغوباز مشهور، ستيميت.com اغوباز مشهور تيري اغوباز مشهور. لو كونت ديالك كيكون في اغوباز لو نون ديالك، كيف معنى اغوباز مشهور. فوالا، هذا هو لو كونت ديالي. انا بدوري الا درتو ليا فولو راه غادي ندير لكم فولو اب فوت، وغنحاول ندعمكم بالقدر المستطاع. والناس اللي باغيين ينضموا لينا فيسبوك في واتساب، مرحبا بهم. نتمنى ما تضيعوش هذه الفرصه، لان هذا لو سيت صاعد وصاعد بقوه، وانا كنظن بان هذا السيت سينافس فيسبوك ويقدر ياخذ المكانه ديالو في يوم من الايام ان شاء الله، نظرا للتطور ديالو، ونظرا للمجموعه ديال العوامل. منها ان الفكره اللي جابها هي فكره جيده ومحفزه، وكل شيء تقريبا غادي 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 يدوز لهذا السيت هذا، لانه فيه كل شيء تقريبا، وفيه انه سيت رائع اكثر من رائع. هذا الشيء كل شيء بالنسبه لهذه الحلقه، نتمنى تكون عجباتكم، ونتمنى انكم تدعمونا بفولو في ستيميت وتابوناو باش توصلكم الجديد. ولا كان عندكم شي استفسار ولا اي كومونتير، ما تنساوش تخليوه لتحت، ديروا ان كومونتير تحت لا فيديو، وانا ان شاء الله غنحاول نحط لكم لي ليان كاملين في لا ديسكريبسيون. وحد سعيد، وتبارك الله عليكم، ومرحبا بكم.